بخصوص سور مدينة مراكش، سور مدينة مراكش كان هو الوعاء، هو الحصن اللي تيحمي مدينة مراكش. حاليا سور مدينة مراكش تيتعرض يعني ماشي غنقول تيتعرض لمجموعة ديال المسائل اللي كتضر به، كاميرات حضاري، كاميرات ثقافي إنساني، كاميرات مادي اللي وعاء لمدينة مراكش اللي تيحصنها لا ثقافيا ولا تاريخيا ولا سميتو. اذا مجموعه من الحويجات اللي نقدروا نثيروها، طريقه الاصلاح ديال السور، طريقه الاصلاح اللي غادي نقدروا نحطوا عليها مجموعه ديال علامات استفهام. السور فيه كاينين شي ثقاب، هذوك الثقاب علاش مديورين؟ دوك الثقاب مديورين باش يدوز منهم الريح، دوز منهم الريح باش ديك الريح ما تشكلش خطر على السور. تنشوفوا بان دوك الثقاب ما بقاتش محترمه، شي مسدود النص فيه، وهاد الثقاب اللي كاينين في السور ما مديروش غير اعتباطا ولا بداك الشكل. تنعرفوا بان السور دار في النصف الثاني من القرن 12 على يد الامير علي بن يوسف بن تشافين، اللي كان عنده تواصل مع مهندسين ديال الاندلس. وهذا السور باش يبقى في هذه القوه ديالو وفي هذا الشكل ديالو، داروا هذا الثقاب ودارت مجموعه من الاليات اللي تتحافظ عليه. اول حاجه الثقاب كي قلت، وهذا الثقاب اللي تنعرفوا الجو قاري ديال مدينه مراكش، باش هذه الصورة الثقاب هذو اللي تتجعل بان تتمدد السور، تتمدد في الحراره، لان تيكون القيد وتتكون الحراره بالنهار، بالليل تيولي الجو بارد، ما بين البروده والحراره تيكونوا تشققات. الا سدينا هذه الثقاب راه غادي يوقعوا تشققات. ندوز للمساله الاخرى هو لي فيردور والمساحات الخضراء اللي جانب السور. قبل جانب السور كان السور دائما تيكون في واحد المستوى مائل. علاش هذا المستوى المائل؟ هذا المستوى المائل تيمكن السور باش ما يكونش ديك عمليه تصريف داخل وتقرب هذا السور، تيكون ديما الدريناج او التصريف تكون بعيده على السور. هذه المساله هذه اللي ما تحترمتش حاليا، وتنشوفوا بان البلايص اللي قريبه البلايص ديال السقي اللي فيردور ومساحات الخضراء تلقاو تشققات، وتلقاو ان السور تيشرب. اذا هذه المساله خص يتخذ في عين الاعتبار، ويدلا اما الدريناج بطريقه علميه اللي ولكن تكون غاليه، او يكون هذا لو بلون المائل. المساله الاخرى هو عدم احترام السور ما تتحترمش، وملاصقه مجموعه من البنايات ليه، لان تنعرفوا بان في بدايه القرن العشرين دارت رساله قانونيه مهمه، مسافات الارتفاق الداخل ديال السور 30 متر وخارج السور ما بين 60 حتى 200 متر. هذا الشيء اللي تلقاو بان الاحترام ما كاينش، تلقاو منازل ملاصقه للسور، وتلقاو الناس تتنشر، وتلقاو القوادس خارجين من السور. وهذه مسائل مخله مراكش تعطاها بانها ميراث انساني حضاري بالسور، ماشي بلا سور، لان السور وعاء هو اللي تحفظ والحافظه. كاين مسائل اخرى اللي تتهم المسائل ديال البيئه. السور حاليا ملي كنشوفوا هنا لا باب تكاله ولا باب غمات ولا واحد المرحاض عمومي، وهذا مساله تنفوا وتنطلبوا من المسؤولين باش يوفروا مراحيض عموميه تفي بالغرض، باش يبقى السور ميراث، وباش يبقى السور واحد الحجاب وواحد الوعاء حضاري. تحيه طيبه.